مساكم الله بالخير وبالهنا والسرور. بعد شوي إن شاء الله لنا لقاء مع شباب تحدى والصعاب ما شاء الله عليهم وفخورين فيه. وصلت للوحوش ما شاء الله عليهم، ذول هالصملة ما شاء الله عليهم الشباب، الله يبارك فيك. مبارك طبعا رايح فيها، ما يندرى بيخلص ولا لا، لكن بروح مع البطل الحقيقي خالد بن غانم. شو اخبارك يا خالد؟ حدثنا عن التحدي ذي. والله التحدي ابو هاشم افتقدناك والله. الله يبارك فيك. كان ودنا نكون وياك فريق، انا ومبارك. غانم حدثنا عن التحدي هذه، شنو بالضبط التحدي ذي؟ التحدي يا طول العمر تبتدي، بدينا الساعة 3 الفجر اليوم وقطعنا 50 كيلو. ما شاء الله، مشي وجري، مشي وجري. ما شاء الله ما شاء الله، في كم ساعة؟ خذينا حول 7 ساعات. ما شاء الله. بكرة إن شاء الله طالعين الصباح الساعة 5 نضرب كياك. ما شاء الله. وبعدين عندنا 10 كيلو جري. الكياك كم كيلو؟ كيلو. واليوم الثالث عندنا، وطبعا عندنا تحديات بعد، في سباحه، في رمي، في ما شاء الله، في تسلق ما شاء الله. اليوم الثالث في عندنا الاجمالي 175. ما شاء الله عليكم، وبتقطعونها مشي وجري في خلال 4 ايام ان شاء الله. والله ابطال ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله. انا اللي عرفت ان اللي سجلوا في البدايه 350 شخص، وبعدين يعني اللي ابتدوا السباق كم؟ تقريبا 92 واحد ما شاء الله. واللي خلصوا المرحلة هذه حول 47 بس. كم تتوقع بيخلصون؟ كم شخص يمكن نص العدد، يمكن في العشرينات يعني؟ يمكن. وتتوقع تاخذ الاول يا ابو غانم؟ لا الاول صعب. لا قدها انت البطل عبد العزيز العبد الله. شكلك منهك والله. هيك ها 53 كيلو. 53؟ انت مشيت 3 كيلو زيادة. توقع بتخلص يا ابو يوسف؟ ان شاء الله دعواتكم ان شاء الله. ايه بالاضافه للدعاء، انت مستعد؟ مستعد ان شاء الله. والله ما ادري يا اخي، شاء كان عاد ابطال سنيار المعروفين كل الدوحه تتابعهم. بتواصلون عاد اليوم الرابع؟ والله احنا يعني هباب ما نمشي على ها. يا احمد بتخلص السباق ولا شلون؟ ان شاء الله بنخلص ونستعين بالله. اول الله اول الله. وشلون كان مستواك اليوم؟ خلصت شلون؟ كم توقيتك كان؟ تقريبا 43 وعلى راحتي. ما شاء الله. الله يوفقك، الله يوفقك ان شاء الله. معاي البطل طلال العمادي. ها شلون كان اليوم الاول؟ والله متعب صراحه. متعب اكيد لانكم جايين من البحر على طول، ما شاء الله عليكم. ايوه الحمد لله قدرنا نخلص المرحله الاولى ما شاء الله. اي نعم. وبترتاحون الليله طبعا حق بكره؟ اي نعم بالريه. الله يوفقكم ان شاء الله. هذه عاد البطل اللي انا مدربه، هذه هاي اللي بيطلع الاول ان شاء الله. هذه مبارك العجي الاول هناك صور ريال. يانا البطل ما شاء الله محمد الشهري، انت الاول ما شاء الله في اليوم الاول، وان شاء الله عاد تتم على المستوى ذي في اليوم الأول. بالنسبه للياقه ما شاء الله عليك، شلون طلعت الاول؟ وايش الفرق بينك وبينهم يعني بين الشباب الثانيين، الفرق من ناحيه التوقيت؟ والله في ناس اقوى، في ناس اقوى مني بس ما توفقوا في البطوله، جاتهم اصاباتهم في المركب والله يعوضهم ان شاء الله. واذا الله كاتب لي، واذا الله كاتب لي اكون في المقدمه كل شيء بيد الله، واحنا نأدي اللي علينا. اي طبعا، بس اهم شيء الاستعداد البدني. انت كنت مستعد ما شاء الله؟ استعداد على ان شاء الله مدار السنه مستعدين. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وهذه اول بطوله لك؟ اول بطوله لي في الصمله، لانها اول بطوله لك. مشاركات الماراثون سمعت ما شاء الله، الخيل وماراثون ما شاء الله الجري ما شاء الله. وين في اي ماراثون شاركت؟ شاركت ماراثون يريدو لو ما شاء الله. شلون كان توقيتك؟ والله توقيتي يعني زين بالنسبه حق هالقطر زين. اي يعني في الاقل من 4 ساعات ها.
والله انا فخور فيك وفخور في الشباب ما شاء الله عليكم صراحه، بيضتوا الوجه صراحه. كان ودي اني اشارككم لكن الاصابه سبحان الله يعني قدم. مساك الله بالخير اخوي علي، علي الهاجري ما شاء الله عليك، كملت المرحله الاولى بتوقيت ممتاز. ممكن نتكلم عن شلون حققت اعدادي؟ تقريبا من شهر ونص تقريبا استعديت. وصلت ركضت تقريبا 30 كيلو 35 كيلو ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. اليوم قطعت 50 كيلو، وصلت تدريباتي 30 كيلو 35 كيلو متواصله. اليوم الحمد لله قطعت 50 كيلو اول مره اقطعها يعني ما شاء الله عليك الحمد لله. يعني وصلت اخي علي، تتوقع انك يعني بتواصل على نفس المستوى ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله، اذا ما جت اصابات ان شاء الله بنواصل. الله يوفقك وييسر امرك ان شاء الله. الحين ابيكم تقابلون مبارك العجي، هذه من اهم الشباب اللي انا تعرفت عليهم واللي صراحه فخورين فيهم ما شاء الله عليهم. جزاك الله خير. حدثنا يا مبارك عن البطوله ذي. بطوله صراحه رهيبه. شوف يا اخوي ابو هاشم، كل من اسم نصيب صمله يعني. نعم. اصمد. نعم. اضرب بيدر اقصد طق عابي لين ما تسخط. خلصنا 50 كيلو ما شاء الله مرحله اليوم الاول، مراحل اليوم الثاني مبارك يا على السريع، وعندنا الثالث والرابع والامور ان شاء الله تكون طيبه. مراحل اليوم الاول 50 كيلو، انطلاقه كانت 3 الفجر لين حول تقريبا 10 11 الا وصلنا. شوف التجديف، الناس قاعد تجدد. اي ما شاء الله مرن، شوف ايه الوضع. ايه عشان بكره ان شاء الله الصبح نبلش. الله يوفقكم ما شاء الله عليكم. خلصتوا اليوم الاول وانتم الحين معسكرين هني. نعم. شنو بالضبط شو تسوون انتم في المعسكر بالضبط؟ مرن العضلات، مساج، نحط على العضلات ثلج لان 50 كيلو سهلين، وعلى حصى بعد ليه عشان نكون مستعدين حق مراحل بكره. اي ما شاء الله. تدري يا ابو هاشم مخلص التجديف والعشرة كيلو عقبها ايه سباحه كيلو 700 حين. بس ما اعتقد انه يعني انا اعتقد انه لا انطر شوي. ها؟ عقب السباحه ايه؟ يلا يسلمك صبخه حول كيلو تشري لك كامل صبخه؟ ايه؟ وش المشكله؟ المشكله يا ابو ايه؟ هاشم عقب الصبخه تدري ايش عقبها؟ ايه؟ كيلوين نمشي ثم نوصل تسلق. تسلق شنو؟ ما في جبال هني؟ عندنا وين جبال؟ عندنا قبوب ذكريات يمكن حول 10 امتار تطلع ما شاء الله، وفي مراحل صعبه لازم والله ايه؟ وقدها انت باذن الله. عقب يعني كل يوم انتو تيون وتباتون في الذي في اكشن في تحدي ما في. انا خايف انه في ذباح اخر اليوم واكل وراحه وشيشه. ما ادري يا اخي شكل المكان كذي مريح يعني. لا 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 والله تعب يا اخوي. وين تعب؟ اكيد بحر وناسه. لا يبش عرفك انت. ايوه مراحل اليوم الثاني لحد ما خلصها بعد تسلق فيه رمايه الصحون ما شاء الله. رمايه 4 كيلو توصل معسكر تجي. خلصت اليوم الثاني ما شاء الله ممتاز. واليوم الثالث مراحل اليوم الثالث من اصعب المراحل. ليش؟ بداها ب 20 كيلو 20 كيلو بعدها التعب كله والله الله يعين. بس 20 كيلو ولا شيء يا بطل؟ لا لا مو ال 20 بس. قبل بيكون في رمايه، والرمايه الصعبه فيها مرحلتين رمايه. عقب الرماية بيكون هني الدعك والصعوبة 40 كيلو. يا اخي انا حاس انك تبالغ والموضوع ذي مب. لا لا جدول ومرينا على الطريق احنا. اليوم الاخير. واليوم الاخير بعد المخيم بيكون عندنا 7 كيلو نمشيهم او جري، ثم عندنا مرحلتين تحدي فيهم. التحدي الاول انك تركب الطعس صوب انباب، طعس تركبه فوق وتنزل تشوف احسن توقيت. ايه. طبعا جاي من تعب الله يعينك. التحدي الثاني في سيارات مغرزة على الطعس، حاول تصلحها ثم تاخذك توصلك 15 كيلو ادفانتج. اوه وناسة. لما تخلص ال 15 كيلو وصلتك السيارة تصب السيارة وتخلص 22 كيلو تصير خلصت صملة وتصير من هالصملة ما شاء الله. وتعتقد انك بتفوز؟